يا كاهنة يثرب، قبل سنوات لم يكن لي إلا ولد واحد، فنظرت إن رزقني الله عشرا من الأولاد لأنحرن أحدهم قربانا لله. حي يطير من ذنب خطير. وقد استجاب الله لدعائي، رزقني عشرا من الأبناء، أصبحوا رجالا أقوياء يساعدونني ويقفون إلى جانبي في سقاية الحجيج. وحل الشقاء. صدقتي، صدقتي يا كاهنة. أجريت القرعة على أولادي فخرجت على ولدي عبد الله، فلما هممت بتقديمه قربانا لله منعني قومي، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أريد وفاء يرضي الله ولا يغضب قومي، ماذا أفعل؟ أريد وفاء يبقي لولدي، ماذا أفعل يا كاهنة يثرب؟ ماذا أفعل؟ اتركوني. ماذا أفعل؟ لا تتكلم، انتظر. قل لي كم هي دية الرجل عندكم؟ دية الرجل عشرة من الإبل. عودوا إلى مكة واجتمعوا عند الكعبة واكتبوا اسم عبد الله على قدح، واكتبوا عشرا من الإبل على قدح. ونجري القرعة؟ أجل، فإن خرجت على الإبل اذبحوها قربانا لله. وإن خرجت على عبد الله؟ عيد القرعة بعشر أخرى من الإبل، ثم عيدوا ذلك حتى تخرج القرعة على الإبل، عندها اذبحوها جميعا فداء لعبد الله. أيرضى؟ أيرضى الله بذلك؟ أيرضى؟ الله يختار القربان الذي يريد. أجر القرعة يا رجل. على عبد الله. زيدوا عشرة من الإبل وأعيد القرعة. هيا أعيد القرعة. خرجت على عبد الله. عبد الله. زدها عشرة أخرى. ماذا؟ قل. خرجت على ابنك عبد الله. أنا زيد عشرة أخرى. زدها عشرة أخرى. زدها يا رجل. خرجت على عبد الله. يا رب يا رب اقبل فداء ولدي عبد الله، ارحم وارحمني يا رب. زدها زدها عشرة أخرى. يا قوم بلغت عدد الإبل خمسين. لا أعلم. أضرب مرة أخرى. اضرب مرة أخرى. هيا أجري القرعة يا رجل. خرجت على عبد الله.
زدها 10، زدها 10 أخرى، زدها 10 أخرى يا رجل. هيا على عبد الله، زدها 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 يا رجل، بالله عليك. على عبد الله، زدها زدها 10 أخرى، زدها. يا قوم، بلغت عدد الإبل 90. لا عليك، لا عليك، 90 بعيرا سأفديه، سأفديه بكل ما أملك. زدها 10 أخرى، زدها يا رجل. خرجت على الإبل، خرجت على الإبل. أجل يا قوم، نجت على الإبل، نجا عبد الله. يا قوم، يا قوم، أريد أن أتأكد. أجل القرعة مرة ثانية. لا تفعل يا عبد المطلب، لا تفعل يا أبي. أعد القرعة يا رجل، أعد القرعة يا رجل. خرجت على الإبل، نجا عبد الله. حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب. أعد القرعة مرة ثانية، أعدها مرة ثانية، أعدها يا رجل. خرجت على الإبل، نجا عبد الله. أعدها مرة ثالثة، أعدها مرة ثالثة. لماذا يا عبد المطلب؟ أعدها يا رجل. نجا عبد الله. يا قوم، يا أهل مكة، نجا عبد الله، وقبل الله الفداء، وقبل الله الفداء. نجا أخي، 100 من الإبل، 100 من الإبل. حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب. يا رجال، اذهبوا واذبحوا 100 من الإبل، اذبحوها فداء لعبد الله، اذبحوها واتركوها، لا تصدوا عنها أحدا من إنسان أو حيوان. اذبحوها، اذبحوها واتركوها، فقد قبل الفداء، قبل الفداء، قبل الفداء.
كان فداء عبد الله عيدا لأهل مكة امتلأت قلوبهم فيه فرحة وبهجة، فقد كان حفلا نعم به كل حي برزق وفير، حتى وحوش البراري أكلت وشبعت في ذلك اليوم. وأراد عبد المطلب أن يتم بهجة هذا العيد فزوج ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب سيد بني زهرة، فكان زواجا ميمونا انضم به نسب كريم إلى نسب كريم. ولم يمض على الزواج سوى أيام قليلة حتى فارق عبد الله زوجته آمنة، فقد كانت عادة عبد المطلب أن يرسل أولاده إلى التجارة مع القوافل واحدا منهم في كل مرة حتى يتعلم ويختبر الحياة. وتهيأت قافلة الصيف للرحيل قاصدة بلاد الشام في يوم شديد الحر، واقتربت لحظة الفراق. أيام لا تنسى مرت بك يا عبد المطلب. وبنا جميعا يا ربيع. ألم يقف أهل مكة بأسرها صغارا وكبارا نساء ورجالا وهم يذرفون الدموع فرحا بنجاة عبد الله؟ يا إلهي، كم كان منظر الإبل رهيبا وقد نحرت عن آخرها. 100 من الإبل نحرت في يوم واحد وتركت لا يصد عنها إنسان أو حيوان. كانت يومها مكة فرحة، لم يبقى فيها جائع إلا شبع. فداء عظيم، فداء عظيم ليس له مثيل إلا فداء واحد، هو فداء إسماعيل. وكيف كان فداء إسماعيل يا ربيع؟ كان إبراهيم نبيا وكان يحب ابنه إسماعيل، وليس له ولد غيره، وقد رزق به بعد أن تقدم به العمر. وفي إحدى الليالي رأى في المنام أنه يذبح ابنه. يذبح ابنه؟ وتكررت الرؤيا، فأيقن إبراهيم أنها صادقة وأنها أمر من الله، فنادى إسماعيل وقال له: يا بني، رأيت في المنام أني أذبحك تقربا لله. وبماذا أجاب إسماعيل؟ فقال له إسماعيل: افعل يا أبي، افعل يا أبي ما أمرت فيه، وسأكون من الصابرين. ولما هم بذبح ابنه أنزل الله إليه من السماء كبشا عظيما وناداه قائلا: يا إبراهيم، لقد صدقت الرؤيا، اذبح هذا الكبش فداء لإسماعيل. وفداء عبد الله 100 من الإبل، ألا يبدو هذا غريبا؟ إن قلبي يحدثني أن سيكون له شأن عظيم. أجل، سيكون له شأن عظيم. إنه والله لكذلك. هنيئا لك يا آمنة، هنيئا لك يا بنت وهب. كم كان فرحا بزواجه منها، لقد فرح بزواجه منها
كل قلب إلا قلوب الحاسدات من فتيات قريش. حسدناها إذن. مضت أيام على عرس عبد الله والنسوة لا حديث لهن إلا عن آمنة وعبد الله. كم أتمنى أن أعود شابا لأرحل مع القوافل. إلى أي قافلة كنت ستنضم يا ربيعة؟ إلى قافلة الشتاء أم إلى قافلة الصيف؟ أظنك كنت تختار قافلة الصيف لأنك أصبحت شيخا لا يحتمل برد الشتاء. لو رجعت شابا يا عبد المطلب لرحلت إلى بلاد الشام في الصيف وإلى بلاد اليمن في الشتاء، ولركبت البحر إلى الحبشة وعدت محملا لكم بأجمل الهدايا. كانت القوافل في ذلك الزمن شغل الناس الشاغل ومبعث قلقهم وراحتهم، لأنها كانت مصدر الحياة والرزق. حين ترحل عن مكة تصحبها الأفئدة وتلهج الألسن بالدعوات، وحين تعود يخرج أهل مكة لاستقبالها بالأهازيج والزغاريد. لكن القوافل لم تكن مصدراً للرزق فحسب، وإنما كانت أيضاً مصدراً للمعرفة. فالمرتحل مع القوافل كان يجوب البلاد، يرى ويسمع ويتكلم. أما في طريق العودة حين يلفه صمت الصحراء فإنه كان يعمل الفكر في كل ما مر به، في حين تحرك مشاعره أشواق مبهمة ويشده الحنين إلى الأهل والوطن. وباتت مكة تترقب عودة القافلة. ذهب الشباب لاستقبال القافلة وهي تدخل مكة، أما نحن الشيوخ فلا حيلة لنا إلا أن نقبع هنا وننتظر. إني في لهفة لرؤية تجارتي يا عبد المطلب. وما هي بضائعك يا ربيعة؟ الحرير والنحاس من بلاد الروم. أوصيت ولدي أن يذهب إلى تاجر أعرفه في بلاد الشام ويأتي بتجارته من هناك. من بلاد الروم؟ أجل يا عبد المطلب، وسيعود ببضائع لم ترها قريش من قبل. ربيعة؟ نعم يا عبد المطلب. وصلت القافلة يا ربيعة، وصلت القافلة يا ربيعة، وصلت القافلة. وصلت القافلة يا عبد المطلب، ما أروع منظره. وحق الآلهة لا يحرك مشاعري شيء أكثر من منظر القافلة وهي تدخل مكة سالمة. لكن أين ولدي عبد الله؟ إني لا أراه معه. سيدخل الساحة بعد قليل، اصبر يا عبد المطلب اصبر. أين ولدي عبد الله؟ إني لا أراه معهم يا ربيعة. عبيدة؟ عبيد؟ أين عبد الله؟ أين ولدي عبد الله؟ زيد؟ زيد؟ أين عبد الله؟ أين ولدي عبد الله؟ أبا الحارثة؟ أين ولدي عبد الله؟ أين عبد الله؟ أين ولدي؟ أين ولدي عبد الله؟ لقد ذهب معكم إلى بلاد الشام. أجيبوا يا رجال، أين ولدي عبد الله؟ لماذا لم يعد؟
أين عبد الله؟